إصدار يحكي تجربة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة. ومن المصر نصل لحفل اختتام الملتقى الدولي الثالث للتصوف بالصحراء. ومن أسى نتابع المنافسات الجوية لألعاب مؤسسات الرعاية الاجتماعية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية مالي السيد إبراهيم بوبكر كيتا على إثر الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش شمال مدينة غاو. وقال جلالة الملك في هذه البرقية إنه تلقى بحزن عميق نبأ الهجوم الإرهابي الذي خلف العديد من الضحايا. وأعرب جلالة الملك أيضا عن إدانته بأشد العبارات لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع، مجددا تأكيد للرئيس المالي على الدعم الثابت للمملكة المغربية للوحدة الترابية لمالي وللجهود التي يبذلها السيد كيتا لاستعادة السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق. في جلسة عمومية صادق مجلس المستشارين اليوم بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. تقرير عياد السردي. بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، مجلس المستشارين هو الآخر صادق مساء اليوم بالإجماع على هذا المشروع الذي سيمكن المملكة من العودة إلى الاتحاد الإفريقي. أعتقد بأنه بعد مصادقة اليوم من طرف مجلس المستشارين بعد ما صادق مجلس النواب نكون قد اكتملنا المسطرة الداخلية طبعا اللي فيها اللي كتحترم البند 55 من الدستور. بعد هذه المصادقة غادي تسمح لنا باش نبعثوا آليات الانضمام إلى المفوضية ديال الاتحاد الإفريقي على أساس أنه نكتملوا المسطرة كلها. إذا هذه يعني كتأكد اليوم بأن القرار ديال المغرب وقرار يعني ثابت، وأن عودة المغرب إن شاء الله إلى حضيرة العائلة المؤسسية دياله إن شاء الله خصو يتم خلال القمة المقبلة القمة 28 بأديس أبابا. جلسة هذا المساء اعتبرت باللحظة المتميزة في تاريخ المؤسسة التشريعية لمالي هذه المصادقة من دلالات ورسائل لخصوم الوحدة الترابية. اليوم صوتنا بالإجماع وهو صوتنا رسمي، وسيأتي إن شاء الله العمل الجبار الذي سنقوم به داخل الاتحاد الإفريقي، لأننا نؤمن بالشراكة وإفريقيا تحتاج إلى تعاون ودعم تنموي شامل. فعلا بأن الصمت بالإجماع على هذا المشروع قانون يعكس بأن إرادة ديال الشعب المغربي وكذلك البرلمان المغربي اللي مدعوم بـ40 دولة إفريقية اللي كتدعم المغرب، وهذا كيبين بأن المكانة ديال المغرب على الصعيد الدولي. وفعلا بأن المجهودات ديال صاحب الجلالة اللي قام بها هناك رغبة حقيقية حتى ديال الشعوب الأفريقية بأن المغرب يرجع للمكانة ديالو الطبيعية. كل الفرق بالغرفة الثانية ثمنت المبادرة الملكية السامية التي تتوخى إرساء التنمية بالقارة الإفريقية وتساهم في بناء علاقة جديدة من منظور حديث مع جل الدول الإفريقية. السياسة الإفريقية للمغرب ليست وليدة اليوم، إفريقيا تمثل عمق استراتيجي، هي سياسة أزلية وليست ظرفية تحكمها أحداث عرضية. وقد صوتنا بالإجماع فيما يخص المشروع القانون الخاص بالاتحاد الإفريقي. المصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي بالإجماع على مستوى مجلس النواب ومجلس المستشارين ليس إجراء وعمل مسطري فحسب، بقدر ما هو كذلك رسالة دبلوماسية قوية وواضحة بشأن وحدة الصف الداخلي والتشبت بالمشروعية واحترام الالتزامات. مشاركة البرلمان المغربي بغرفته على مشروع القانون المتعلق بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي رسالة تعكس إجماع كافة مكونات المغرب حول ملف الوحدة الترابية للمملكة.
أجرى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد شرق الدريس اليوم بالرباط مباحثة مع السيد بن ولاس وزير الدولة لشؤون الأمن لدى وزارة الداخلية البريطانية. واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء المستوى الممتاز للعلاقات المغربية البريطانية بفضل الروابط المميزة التي تجمع جلالة الملك محمد السادس وجلالة الملكة إليزابيث الثانية. وشكل الاجتماع مناسبة لتناول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون الثنائي الأمني والسبل الكفيلة بتكثيفه، وخاصة في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية وتعزيز العلاقات الأمنية على المستوى العمليات، فضلا عن تبادل المعلومات. أكد الأستاذ بيير ليغرو المحامي بهيئة بروكسل إن إحالة قضية غديميزيك أمام القضاء العادي يضمن الدفاع عن حقوق أشخاص، وأوضح أن جميع الشروط متوفرة لكي ننتقل من نظام المحكمة الاستثنائية إلى نظام محكمة الحق العام، مما سيمكن من جعل المتهمين والضحايا في ظروف أفضل لممارسة حقهم في الدفاع. واعتبر المحامي البلجيكي أنه مع إحالة محكمة النقد هذه القضية أمام محكمة عادية اتخذ المغرب القرار الصحيح. المغرب إذن على الطريق الصحيح من أجل تكريس حقوق الإنسان كمبدأ كوني، وقبل ذلك طوى صفحة من الماضي بشجاعة فحقق عدالة انتقالية عبر هيئة الإنصاف والمصالحة. ولتسليط المزيد من الضوء على هذه التجربة المغربية الفريدة، جرى اليوم بمدينة الرباط تقديم إصدار يحمل عنوان كذلك كان، مذكرة من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، تجربة نقلها الحقوقيان مبارك بودرقة وأحمد شوقي بنيوب في مؤلف يستعرض لحظة فريدة في بناء صرح حقوق الإنسان في بلادنا. فتح الأمين. كذلك كان مذكرة من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة بتوقيع كل من بارك بودرقة وأحمد شوقي بنيوب، مذكرة تعود لتعبر بين التضاريس والشعاب الوعرة التي سلكتها بإرادة قوية. تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي تنتمي إلى المشترك الإنساني للعدالة الانتقالية. احنا درنا واحد العمل اعتقد اللي ما عمره دار في المغرب، وانه شاركنا في واحد هيئه الانصاف والمصالحه، هذه ساهمت في واحد الانتقال، عندي دعمت الانتقال الديمقراطي للمغرب، وكان من الضروري ان الشعب المغربي وخاصه الجيل الصاعد الجيل المستقبل يعرف ماذا دار خلال هذه المرحله اللي هي مرحله يعني تبصم تاريخ المغرب. هذا كتاب يروي سيرة العدالة الانتقالية من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، واللي كان عندي الشرف أنا ومولين بارك بودرقة أننا نكتبوه. ما يحتاجش نقول بأنه من أروع اللحظات اللي عشنا في العدالة الانتقالية المرور ديالنا اللي سميناه في الكتاب الثالث بالرحلة الكبرى إلى الصحراء. دريس بن زكري الله يرحمه نظرية العدالة الانتقالية صاغها في جولات الحوار العمومية الكبرى مع النخب والضحايا والمجتمع المدني في العيون وفي السمارة وفي الداخلة وفي طنطان. فلكم كل التقدير والاحترام، شكرا. الحقيقة أن الإنصاف والمصالحة شكلت بالنسبة للمغرب محطة تاريخية، وكان لابد أن يكون هناك من ينبري لتسجيل تلك المرحلة بكافة محطاتها حتى تكون مرجعا يحفظ الذاكره الوطنيه. التجربه جاءت في واحد السياق دقيق، واحد السياق دولي جهوي اقليمي دقيق. لماذا في هذا السياق؟ لان في هذا السياق الذي يعني يطرح فيه السؤال بشكل كبير حول المسارات الديمقراطيه ومسارات المصالحه، هذه التجربه جاءت لتعيدنا إلى إحدى الإضاءات الكبرى في تاريخ المغرب، إحدى الإضاءات التي ساعدت أو يسرت مداخل الانتقال الديمقراطي بشكل من الأشكال، ويعني ساهمت بالإضافة إلى أشياء أخرى في المسار السياسي للدولة المغربية.
مذكرة تحكي تفاصيل هيئة لها فرادة وسياق وطني خاص يؤطره المؤلفان على امتداد 4 أقسام، بدءا بمفاوضات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في شأن إحداث هذه الهيئة، مرورا بالكشف عن الحقيقة ورحلة الهيئة إلى الصحراء، وصولا إلى ضمانات عدم التكرار، إضافة إلى 7 ملاحق زخم في المعلومة وبوح بتفاصيل وأحداث تاريخية هامة. إذا كان تقرير ختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة خرج للعموم، هذا من الداخل التجربة، وفيها بطبيعة الحال المعاناة، فيها الكواليس، فيها كيفاش غادي تتم جميع الإجراءات اللي كانت سواء في التحري ولا في غيره، فبالتالي غادي يكون تجربة مكملة ل قرار الختامي لهيئه الانصاف والمصالحه. الاصدار ديال هذا الكتاب من هذا النوع من هذا الحجم هو اساسي بالنسبه للمغرب، لانه فيه اولا جانب من حفظ الذاكره، وجانب اساسي من التاريخ ديال المغرب المعاصر اللي كنظن كل الشباب وحتى غير الشباب يجب ان يطلعوا عليه بتفاصيله. مؤلف لا يدعي انتماءه الى جنس من اجناس الادب رغم قلبه الابداعي، بقدر ما يتجلى كعمل ثقافي حقوقي يفتح دفاتر حقوق الإنسان ليقدم أسس فكر العدالة الانتقالية بالمغرب. لسي مبارك بودرقة ولا سي أحمد الشوقي بن يوب هما من الأعضاء اللي كانوا فاعلين بواحد الشكل كبير في هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالتالي بالتأكيد غادي يكونوا جمعوا في هذا الكتاب مجموعة ديال المعلومات وبالتأكيد التحاليل، وكنتمنى من الدروس ديال التجربه للتذكير. تجربه الانصاف والمصالحه في المغرب تعتبر من بين 5 الأوائل في العالم. تجربه فريده عاشها المغرب بكل مكوناته، هي اليوم محطه بارزه في تاريخه الحقوقي. هيئه الانصاف والمصالحه اختيار والتزام جماعي للمضي قدما، توحدت فيه وعبره كل الإرادات، فكذلك كان. كما أشرنا إلى ذلك في عناوين النشرة، أسدل الستار اليوم على أشغال الملتقى الدولي 3 للتصوف من طرف جمعية الزاوية القادرية الفاضلية تحت عنوان التربية على قيم المواطنة في المنهج الصوفي الواقع وآفاق التطوير. برنامج اليوم الأخير تضمن جلستين احتضنتهما مدينة المرسى. المزيد مع الزميلين غالي القرحي ومحمد مشنان. المشاركون في الملتقى الدولي 3 للزاوية الدرقاوية الفاضلية في طريقهم إلى مدينة المرسى، رحلة قصيرة بدلالة عميقة تجسد دورا تاريخيا للطرق والزوايا الصوفية في ترسيخ قيم المواطنة، الدفاع عن القضايا والثوابت الوطنية. أشغال اليوم 3 من هذا الملتقى الدولي احتضنتها مدينة المرسى جلستين علميتين شملت أولاهما تقديم عروض حول وسطية علماء التصوف ودعامة الاستقرار ووحدة المغرب، المقومات الروحية للتصوف المغربي وتثبيت قيم المواطنة. قمنا بقافلة من مدينة العيون لمدينة المرسى قصد احتضانها لجلستين علميتين من أعمال الندوة العلمية التي جاءت في إطار هذا الملتقى تحت عنوان تربية على قيم المواطنة في المنهج الصوفي. وهذا المدينة وانفتاحنا على المدينة يأتي في إطار انفتاح وتأكيد على أيضا على دور الزوايا الطلائعي في إطار الانفتاح على المدن وفي الانفتاح على ساكنة المدن. هذه القيم الوطنية وهذه التجليات في الواقع المعاصر، وخاصة استحضار الجانب التاريخي لهذه الزوايا من أجل توظيفه في بناء قيم الوطن المعاصرة، وكان من ضمن الفئات المستهدفة في هذه الندوة وفي هذا الملتقى فئة الشباب، والتركيز عليهم بكونهم حاملين مشعل تلك الطرق وتلك الزوايا. قيم المواطنة وهي القيم التي تعمل الزوايا على ترسيخها وفقا لثوابت الأمة التي سطرها وسطرتها إمارة المؤمنين منذ العهد الإدريسي لاهية، والمذهب المالكي والتصوف السني والعقيدة الأشعرية. وقد كانت هذه المداخلات وقد كانت هناك مداخلات قيمة.
الجلسة العلمية الثانية من اليوم الختامي تناولت مواضيع تنهل من شعار هذه النسخة: التربية على قيم المواطنة في المنهج الصوفي الواقع وآفاق التطوير، وناقشت النزعة الأخلاقية للتصوف المغربي والممارسة الصوفية في الصحراء المغربية ومحاور أخرى ذات صلة بالموضوع. على عهدها وعلى سابق عهدها بتنظيم هذه النوع من المتظاهرات العلمية والثقافية التي تعنى بالشأن الصوفي، خاصة التصوف المغربي وما يتميز به من خصوصيات تجعله مؤهلا لأن يكون أنموذجا يمكن أن يحتذى به ويقتدى به ويعمل به في سائر الأقطار العربية الإسلامية، على اعتبار أن التصوف ما هو إلا نوع من تجليات الجانب الأخلاقي العملي في ظاهر العلاقات الإنسانية والاجتماعية في الوجود. مداخلته في مجملها حاولت أن تسير على نفس الشعار الذي رفع لهذا الملتقى، وتحاول أن تقدم أجوبة بأن الزوايا والطرق الصوفية بالمغرب قدمت الكثير لخدمة الوطن، فكانت في الصفوف الأمامية لمواجهة المستعمر، كما هي أنها اليوم الآن في الصفوف الأمامية من أجل التصدي لكل حركات الإرهابية والتشدد والغلو في الدين. في نهاية أشغال هذا الملتقى تم تكريم عدد من المشاركين في الندوات العلمية لهذه التظاهرة وتوقيع كتاب النسخة السابقة من ملتقى الزاوية الدرقاوية الفاضلية، ليرفع الحاضرون بعد ذلك برقية ولاء وإخلاص صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في موضوع آخر، وبحضور والي جهة الداخل وادي الذهب بالإضافة إلى عدد من الشخصية المدنية والعسكرية، اختتمت إحدى الوحدات الصناعية بمدينة الداخل برنامج محو الأمية الوظيفية. الحفل تميز بتوزيع الشهادات على المستفيدين من هذا البرنامج. بكر الدمي ومحمد التاسع. حوالي 100 مستفيد ومستفيدة من برنامج محو الأمية الوظيفية يتوجون في هذا الحفل التربوي التعليمي. المتوجون من عمال إحدى الشركات الخاصة في مجال الصيد البحري، والتي دابت على تنظيم هذا البرنامج منذ 4 سنوات. اليوم شهدنا حفل ختامي لبرنامج محو الأمية الوظيفية لفائدة العمال والعاملات ديال الشركة ديالنا، وهذا تندمج في البرنامج اللي كتنظم الشركة ديالنا كل عام، هذه الدورة الرابعة ديالو على مستوى مدينة الدخلة والعيون. جاونا ما كيعرفوش يقراو، جاونا ما كيعرفوش بزاف ديال الأمور، الحمد لله كوناهم وقفنا معاهم في إطار هذه المبادرة الاجتماعية هذه، حتى ولاو كيعرفوا يقراو، ولاو كيعرفوا أنهم يكتبوا السمية ديالهم. أنا قريت في اللغة العربية وتعلمت شحال من حاجة زادت عليا من هذه الشركة هذه، والحمد لله تقدمنا وفتنا المحاربة الأمية. دروس في مجال اللغتين العربية والفرنسية استفاد منها العمال، بالإضافة إلى عدد من المواد الأخرى التي كانت ضمن برنامج التعليمي لموسم سنة 2016. في الشأن التنموي، عقد المجلس الجماعي للزاك شراكات متعددة مع عدد من المؤسسات، منها مؤسسة قطر للأبحاث الفطرية، هذه خلال الفترة الأخيرة تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين عبر دعم مجموعة من الأوراش والمشاريع التنموية ذات الصلة بمجموعة من القطاعات. ريبورتاج محمد مصطفى خيا والصالح أرقيبي. مشاريع تنموية هامة ترى النور بمدينة الزاك، وذلك في إطار الشراكة التي تربط المجلس الجماعي للزاك بمؤسسة قطر للأبحاث الفطرية. وشملت هذه المشاريع بناء مسبح بلدي في واحدة من المناطق المعروفة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وطنيا، إلى جانب مرافق أخرى تهم بناء مقر جديد للمجلس، وكذلك تقليدية وملعب بلدي وساحات عمومية وتوفير شبكات المياه الشروب والكهرباء ومشاريع أخرى، كما تدخل في إطار تقوية التجهيزات الأساسية وتوفير البنى التحتية اللازمة لهذه المدينة. هاد السنة الحمد لله هذيك المشاريع الحمد لله خرجت الوجود، بعضها انتهت والأخرى لازالت في طور الإنجاز، كساحة الشهداء والمجلس الجماعة أو البلدية
وبعضها اللي كانت انجزت كمجمع الصناعات التقليديه والمسبح البلدي. نشكر ايضا مؤسسه قطر للحاد الفطريه اللي هي انخرطت معنا بواحد الشكل كبير، خصوصا في الفندق البلدي وفي المسبح البلدي والملعب البلدي. ومن المرتقب أن ينعكس هذا المخطط التنموي بزاك على الحياة العامة بهذه المنطقة بأقصى شرق إقليم أسزاك بحسب مكاتب الدراسات، والتي انكبت على تحضير برنامج تنموي هام يراعي حاجيات ساكنة هذه المنطقة. نتمنى ولكن من فهاد السنوات المقبلة إخراج بعض الأوراش الكبيرة للمنطقة كساحات ملاعب القرب كورنيشات والآن الحمد لله راه تعاقدنا مع مكتب دراسات والمجلس راه دار واحد اتفاقية مع مكتب دراسات اللي يخرج برنامج عمل الجماعة لحجز الوجود ويعطى اقتراحات مقترحات للمجلس من أجل خلق بعض أوراش الكبرى إن شاء الله في السنوات المقبلة. تربط المجلس الجماعي لزاك بمؤسسة قطر للأبحاث الفطرية اتفاقيات للشراكة من المنتظر أن تشمل خلال الفترة القادمة دعم مختلف المشاريع سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية في خطوة تروم خلق ديناميك. وتزامنا والاحتفال بذكرى حدث تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، نظمت المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني والجمعية الخيرية من المجلس الإقليمي الإقصائيات الجهوية للبطولة الوطنية لألعاب مؤسسة الرعاية الاجتماعية، منافسة نظمت تحت شعار الرياضة تعزيز لثقافة التضامن والتكامل. حافظ محضار عيد السرتي ومحمود الشركي. ستة مؤسسات للرعاية الاجتماعية تمثلها أقاليم قليمي من طنطان طاطا وأسزاك تشارك في هذه المنافسات الجهوية الإقصائية والتي توزعت على مجموعة من الأصناف الرياضية، تظاهرة تندرج في سياق إرساء ثقافة تنظيمية وترفيهية داخل المؤسسات الخاصة بالرعاية الاجتماعية بما يعزز أدوارها الاجتماعية ويقوي فرص التأطير. الإقصائية الجهوية في مدينة أسزاك كما دازت بخير الحمد لله، وكنتمنى يعاودوا ديما كل عام التظاهرات. شاركنا في رياضة كرة القدم، تأهلنا للنهاية، ما حفلناش الحظ باش نتأهلوا لنصف النهاية. نتمنى أنه تكرر مثل هذه التظاهرات باش يبرزوا مواهب، وحنا بدورنا كأطر في الجمعية هذه رانا كنحاولوا أن ننتقلوا بعض المواهب اللي عندنا. وبالإضافة إلى منافسات كرة القدم، اشتمل برنامج هذه التظاهرة الرياضية على سباقات العدو من خلال سباقات على الطريق أتاحت الفرصة أمام هؤلاء الشباب للتنافس، سباقات أفرزت متأهلين إلى منافسات البطولة الوطنية. هذه المنافسات تتركز على يعني مسابقتين، مسابقة في العدو والسباق على الطريق، وأيضا مسابقة في كرة القدم الصغيرة. وبطبيعة الحال هذه البطولة الجهوية هي استعدادا للبطولة الوطنية للألعاب الرياضية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. هذه تظاهرة ديال الجهة بصفة عامة، لعبوا الدراري ولعبوا أبناء إلى غليم وتفرجوا الناس ديال الجهة، وكانت فيها الكرة وكان فيها المسابقة الحمد لله، وجات بالدرجة الأولى الحمد لله غليم أسزاك ولا غليم الثانية حتى هي. جوائز وميداليات في ختام هذه المنافسة الرياضية وزعت على الفائزين الذين بصموا على التميز في مختلف المنافسات وضربوا موعدا جديدا من التألق في المنافسات الوطنية. في شأن الاجتماعي وتكريسا منه لثقافة الاعتراف، نظم النادي الرياضي للأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء بقليميم، نظم حفلا تكريميا لفائدة مجموعة من أطر المكتب الذين أحيلوا على التقاعد، احتفالية تخللتها كلمات توقفت عند مكارم أخلاق المحتفى بهم
مذكرين بالجهود التي بذلوها خدمة لهذا القطاع بالمنطقة. تذكارات وهدايا وزعت بالمناسبة على المكرمين كعربون اعتراف بالجميل وعرفان لخدماتهم التي استمرت لعقود من الزمن. الزميل غالي القرحي ومن خلال تقريره التالي يطلعنا على جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد. نستهل جولتنا في الصحف اليومية من صحيفة الأحداث المغربية وكتبت أن المغرب وضع قدمه الأولى داخل منظمة الاتحاد الإفريقي. هذا جاء بعدما صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسة عامة على قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وبعدما صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وارتباطا بذات الموضوع كتبت صحيفة هيسبريس في آخر مستجداتها، كشف صلاح الدين مزوار الشؤون الخارجية والتعاون بمجلس النواب أن 40 دولة تدعم عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وذلك أثناء تقديمه مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي أمام أنظار النواب. وقال مزوار في الجلسة النيابية العامة إن المغرب قام بحملة دولية واسعة لحشد دعم سريع ومكثف، موضحا أنه نجح إلى حدود اليوم في تأمين أكثر من النصاب القانوني وهو 28 دولة التي ينص عليها القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وأضاف صلاح الدين مزوار في هذا الصدد أن 40 دولة تدعم المغرب إيجابيا، وأن رسائل دعم في الأيام المقبلة ستأتي إلى المملكة، مبرزا أن المغرب يستشرف قرار القمة المقبلة بشأن طلب العضوية والذي سيكون إيجابيا. صحيفة جودة الإلكترونية تخبرنا بأن السفير المغربي ببلجيكا محمد عامر أكد أن المغرب سيستمر في التعاون مع أوروبا ضد الإرهاب، وأشار إلى أن أمن أوروبا هو أمن المغرب، وجاء هذا في لقاء تواصل مغربية عقد يوم أمس الأربعاء في بلجيكا. وذكرت جود بأن اللقاء كان مناسبة تطرق فيها السفير إلى جملة من القضايا التي تهم الجالية المغربية في بلجيكا عامة. أضاف السفير أن المغرب عازم على محاربة التطرف ونشر التسامح وقيم الإسلام السمحة في كل مكان. ومن يومية المساء نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة، وكتبت نقلا عن مصادر مطلعة أن تعليمات أعطيت لتفعيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي لم يرى النور منذ انتخاب أعضائه في يوليوز 2016، الأمر الذي جعل ملفات تأديبية حساسة في حق قضاة وملفات تعيين تعرف حالة من الجمود. وأوضحت اليومية أنه إضافة إلى ملفات التعيين والتأديب التي لم يتم البت فيها، هناك ملفات تعيين الملحقين القضائيين في السلك القضائي بعد تخرجهم من المعهد العالي للقضاء، وتعيين المحامين وأساتذة الحقوق والموظفين مباشرة في السلك القضائي، والتي ما زالت جامدة بسبب التأخير في تعيين رئيس المجلس مما استدعى توجيه التعليمات لتفعيله. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم مبارك والبلعيد شراكي عن عمر يناهز 63 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة أيتوسا، كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة عزيزة بنت محمد الأمين ولد سيدي عامر سبا عن عمر يناهز 77 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة بسبع أولاد حميدة. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة محيجي بنيمة عن عمر يناهز 49 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة رقيبات أولاد الشيخ أهل باب علي. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة قناة العيون إلى الزميل نيمة المغيفري بأحر التعازي وإلى أسرته الكريمة. تغمد الله الجميع بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والآن نصل إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة خلال 24 ساعة القادمة بحول الله، حيث سيظل الطقس بارد شمال المنطقة، ستبقى السماء قليلة السحب إلى صافية بجل أنحاء المنطقة. مقاييس درجة الحرارة بالعاصمة الرباط 13 درجة.
19 درجة بأسا، 16 بالزاك، 17 بسمارة، 18 ببكراع، 19 كذلك بالطرفاية والعيون، 21 ببجدور. سبع عشرة بكل من أم دريقة، قلت زمور، 22 بأوسرد، 26 بالقويرة، و 18 بالداخلة. بالنسبة لحالة البحر سيكون هائج إلى قليل هيجان، وعلو الموج بحول الله تعالى سيتراوح ما بين المتر ونصف إلى المترين والنصف. شروق الشمس غدا بحول الله تعالى بمدينة العيون سيكون على الساعة 7:47، أما غروبها فعلى الساعة 6:19. مقاييس درجات الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا: 13 درجة بتدنوف، 16 بالرابوني، 17 بتودني، 20 بأزويرات، 36 ببامكو، 33 بكيهدي، و 29 بنواكشوط. إلى التذكير بالعناوين: تابعنا مجلس المستشارين يصدق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وفي النشرة أيضا تابعنا من الرباط تقديم إحدى إصدار يحكي تجربة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة. ومن المرسى رصدنا لحفل اختتام الملتقى الدولي الثالث للتصوف بالصحراء. تابعنا منافسات الجوية لألعاب مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ختاما يمكنكم مشاهدة نشرات أخبار قناة العيون على موقعنا على الإنترنت snft.ma، كما يمكنكم متابعة متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعة العيون والداخل الجويتين عبر موقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الهواتف الذكية، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع عادة لهذه النشرة على قناة المغربية. نشرتنا انتهت، أطيب المنى وإلى اللقاء.